بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة ببدأ أول محاضرة لي، الحمد لله، بعد ما قناتي على اليوتيوب اتسرقت زي ما أنا نشرت وقلت. ده اول فيديو ليا ان شاء الله بعد ما عملت القناه الجديده دي وبدات ارفع الفيديوهات القديمه عليها، وان شاء الله نشتغل على القناه الجديده لعل وعسى ربنا ييسر والقناه القديمه ترجع. النقطه اللي حبيت اقولها هنا بس، القناه ما فكرت اعمل قناه على اليوتيوب او بنشر محاضراتي او اي شيء يخص حاجة علمية او حاجة تفيد اي بني ادم او مشكلة كانت بتقابلني في الكمبيوتر وحلها وكنت بنشرها على قناتي علشان غيري يستفيد بها، كنت بأتمنى وبأرجو وبأدعو انها بكل وجه الله خالصة لوجه الله. وكان بيسعدني في القناة ان كان في فيديوهات كتير، مش حتى فيسيولوجي، كانت حاجات مهارات اكلينيكية، بلاش حتى مهارات اكلينيكية، كانت حاجات حل مشاكل كتير في الكمبيوتر وبرامج كتير. انا مش متخصص كمبيوتر ولا متخصص برمجيات، ولكن انا فيا طبع ان انا لما بتقابلني مشكله في الكمبيوتر كنت ممكن اقعد احاول احل فيها يوم واثنين وعشرة وممكن سنه، يعني ان في مشكله حليتها في خلال سنه ونص. فما بعرف حل مشكله كنت بحاول انشرها على اليوتيوب، كان الهدف الرئيسي اوفر الوقت اللي انا ضيعته من عمري لغيري، يحاول غيري يستفيد وتكون صدقة جارية ليا بعد مماتي. ارجو ان يا رب عملي يكون خالص لوجهه الكريم. فما اتصدمت بحتة ان الايميل القديم بتاعي اللي هو fadl@gmail.com اتسرق، واتسرق معاه القناة بتاعتي الدكتور خالد عبد الفتاح ايه ابو الفضل الشانل على اليوتيوب اتسرقت واختفت الفيديوهات بتاعتها، ومعها اتسرق الفيسبوك وتويتر. وكانت الصدمة مش علشان شيء، الا ان ده كان املي في الحياة ان انا اسيب حاجة غير يستفاد بها، وكانت تبقى صدقة جارية ليا بعد مماتي. فكانت صدمة كبيرة. الحمد لله القناة ما خدتش منها ولا مليم، ولا عايز اخد منها ولا مليم. الهدف ان ربنا يتقبل مني، وكانت بتبقى فرحة كبيرة جدا لما طالب علم او انسان تقابله مشكله ويلاقي حلها عندي ويستفاد بفيديو. كانت كم الدعوات سواء من ناس بتتكلم اللغه العربيه او ناس اجانب، ان كانت بتبقى في مشكله ويلاقوا لها حل وكانت تتحل، وكنت بلاقي قد كم شكر وكم دعوات وكم حاجات. فدي كانت حاجه بتسعدني جدا، وكنت بقول يا رب اجعلها في ميزان حسناتي. احتسب عند الله النيه، واحتسب ان شاء الله ان ربنا يجازيني خير، واحاول ان شاء الله استمر في القناه الجديده، واحاول ارجع الحاجات القديمه ارجعها بردك على القناه الجديده دي. معلش طولت، بس دي كانت كلمه لازم اقولها الان. احساس كان بحزن شديد جدا. القناه تقريبا كنت بدات فيها سنه 2011، واحنا دلوقتي شهر 6 2024، فتقريبا 13 سنه شغل في القناة. وكانت زي ما قلت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فكان نفسي إن كل الفيديوهات اللي كانت على القناة، الحمد لله كنت قاصد بها وجه الله، كنت أتمنى وأرجو وأرغب إنها تكون صدقة جارية ليا، وإن شاء الله ربنا مش هيحرمني الأجر والثواب. القناة الجديدة هتلاقيني انا غيرت الايه اول صفحه ليا في المحاضرات بتاعتي، شلت الايميل، عملت ايميل جديد، وطبعا ما كنتش احطه على الصفحه الاساسيه عشان ما يبقاش في فرصه اقلل فرصه سرقه الايميلات، والايميل الرسمي شلته برضك. وهنا الحمد لله ربنا كرمني ولحقت المنتدى بتاعي قبل ما يتسرق، والتليجرام برضك لحقته قبل ما يتسرق الحمد لله. قناه اليوتيوب اللينك بتاعتها الجديده اهي، ارجو من الله انها تكون عملي خالص لوجهه الكريم وما يحرمنيش من الاجر والثواب.
ويا رب يا رب يا رب يكون عملي خالص لوجهه، ويكون صدقة جارية ليا بعد مماتي إن شاء الله. هنبدأ المحاضرة، معلش إذا كنت أطلت، بس دي كانت حاجة كانت في نفسي. أرجو من الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. بنبدأ محاضرة جديدة بعنوان حاجة اسمها Physiology of Respiratory System Part 1. زي ما احنا متعودين مع بعض، ببدأ بانتروداكتوري كيس، حالة من خلالها بدخل الموضوع، أبص على الصورة اللي قدامي، واضح إن في بني آدم أهو، الرئة بتاعته موجودة. الرئة اللي على اليمين ديت واضح مكتوب عليها نورمال لانج، الشكل بتاعها طبيعي أهو. الرئة اللي على الشمال شكلها غريب، يعني في جزء غامق أهو بره، وده اللانج ومكتوب كولابسد لانج. وفي مصطلح اسمه نيوموثوركس، زي ما هنفهم النهارده، يعني في هواء على الرئة، هنفهم يعني نيوموثوركس النهارده. الحالة بتقول لي إيه؟ 26 year old male، واحد عنده 26 سنة، حصل له زي كار اكسيدنت، حادثة، فحصل بنتريتنج شيست تروما. بنتريتنج شيست تروما يعني زي ما تقول مثلا مسمار او حاجة حادة اخترقت صدره، فبدأ يعاني من difficult breathing، مش قادر ياخد نفسه. راح المستشفى ودخل دخل الاستقبال، وبدا يتعمل له الاسعافات الاوليه، واتعمل له شيست اكس راي، وجدوا ان ليفت لانج كولابس، يعني اللانج اللي على الليفت سايد كشه بالشكل ده كده. الحاله شخصت ليفت سايد نيوموثوركس، في هواء موجود على الرنج على اللانج في الليفت سايد. طيب النهارده ان شاء الله عايز افهم بقى يعني ايه نيوموثوركس، يعني ايه النيوموثوركس يؤدي الى ديفيكالت بريسنج، كرشه نفس، وازاي النيوموثوركس يعمل لانج كولابس. طيب ندخل على الليرنينج اوبجيكتيفز، الاهداف بتاعتي. زي ما بقول علشان ابقى فهمت المحاضره لازم اغطي الاهداف دي، وفي اخر المحاضره برجع تاني ابص على المحاضره اشوف انا غطيت الاهداف دي ولا لا. اول حاجه ديسكرايب النون ريسبيراتوري فانكشنز اوف ريسبيراتوري سيستم. ديسكرايب non respiratory functions of respiratory system، ثم clarify mechanism of breathing سواء inspiration او expiration، ثم distinguish respiratory pressure، عايز اميز او اعرف respiratory pressure، ثم explain intrapleural pressure، يعني ايه intrapleural pressure، ثم list four causes of positive intrapleural pressure. والهدف اللي انا قلت عليه من الحلقه اللي هو النيوموثوركس، define النيوموثوركس and clarify its types، ثم ندخل على حاجه اسمها define lung surfactant and list its functions، ثم enumerate عدلي الفاكتورز affecting surfactant secretion، ايه العوامل اللي بتاثر على surfactant secretion، ثم اخيرا explain causes and effects of surfactant deficiency، ايه الاسباب وتاثيرات surfactant deficiency. زي ما قلت يا جماعه الله يكرمكم، ما ينفعش ان انا امسك كل كلمه في المعلومه ترجمه نصا او حرفيا، لان في حاجات بتبقى مصطلح علمي محتاج افهمه كعلم، لكن المصطلحات اللي بالانجليزي اترجمها. يعني لما اجي اقول مثلا ديسكرايب النون ريسبيراتوري فانكشن اوف ذا ريسبيراتوري سيستم، ديسكرايب يعني اوصف النون ريسبيراتوري اللي ما هيش تبع الريسبيراتوري فانكشن، يعني وظيفه اوف ريسبيراتوري سيستم، جهاز تنفس. طيب لكن لما اجي اقول مثلا ديفاين نيوموثوركس and clarify its type، define يعني اعرف حاجه اسمها نيوموثوركس، مش هقول لك بقى يعني ميه يعني هواء على الرئه. طب يعني ايه هواء على الرئه؟ ما انا محتاج اعرفها وادرسها كمصطلح علمي والتايبس بتاعتها. طيب عشان ما اطولش ادخل بقى على المحاضره، انا عرفت الاهداف، ابدا بالانترودكشن. انا هتكلم، دي اول محاضره ليا في الريسبيراتوري سيستم الجزء الاول. عايز اعرف الريسبيراتوري سيستم من كلام حضانه وكلام ابتدائي، كنت بقول ان الجهاز التنفسي بيكون ايه؟ لما ابص على الصوره والصوره بألف كلمه، هلاقي عندي ادنوس كجزء من الجهاز التنفسي، الماوس والاورال كافيتي كجزء من الجهاز التنفسي، ثم الفارينكس، وانا نازل كده اهو الفارينكس اللي هو ايه؟ البلعوم، ثم اللارينكس اللي هي الحنجره والجزء الاعلى من الجهاز التنفسي، ثم التراكيه القصبه الهوائيه، ثم
البرونكاي اللي هي الايه الشعب الهوائيه وتفرعاتها لحد ما بوصل ل حاجه اسمها الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه جوه اللنج. انا عندي كام لنج؟ عندي تو لنجز. طيب بنقسم السكه اللي احنا قلناها او الايروي باسج اللي انا قلتها من اول النوز لحد الالفيولاي لحاجتين، تو زونز، طبقتين او جزئين. حاجه اسمها كوندكتنج زون، يعني الطبقه او الجزئيه الموصله في الجهاز التنفسي، وحاجه اسمها ريسبيراتوري زون اللي هي الجزء الخاص بعمليه التنفس. الكوندكتنج زون، الكوندكتنج زون عباره عن ايه؟ وظيفتها كوندكشن، يعني بتنقل هواء لكن ماش سايت اوف جاز اكسشينج. فعشان كده بقول هي عباره عن ايه؟ ريسبيراتوري باسج، ممراتها تنفسيه او هوائيه، ذات كاري اير تو ذا سايت اوف جاز اكسشينج، يعني بتشيل الهواء من الاتموسفير من الجو لحد ما توصله لي للحويصله الهوائيه. عندها نو جاز اكسشينج اوكيز، يعني ما بيحصلش جاز اكسشينج في كوندكتنج زون. والاماكن دي بتشمل ايه؟ كوندكتنج زون بتشمل ايه؟ عشان ممكن تتسال سؤال اختيار من متعدد او صح او غلط. الكوندكتنج زون بتشمل ايه؟ بدايه من النوز، من الانف والورال كافيتي والفارنكس واللارنكس والتراكيه والميجور برونكاي سواء رايت او ليفت مين برونكاي، والبرونكاي الاصغر منها، ثم البرونكيول تصغير برونكاي حويصلات البتاع اللي هي الايه؟ شعيبات هوائيه، ثم تيرمينال ايه؟ برونكيولز. كل دول بقول عليهم ايروي باسجز. طب الريسبيراتوري زون دي سايت اوف جاز اكسشينج، بلاقي الويل بتاعها ثن رفيع فممكن يحصل جاز اكسشينج. زي فين؟ حاجه اسمها ريسبيراتوري برونكيولز اللي هي الشعيبات التنفسيه الصغيره قوي للايه؟ اللي هي الجدار بتاعها رفيع، والالفيولار داكت اللي هي القنوات بتاعه الايه؟ الحويصلات الهوائيه، و الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه. انا عرفت في كوندكتنج زون وريسبيراتوري زون مهم جدا جدا جدا. طيب هدخل بقى على عمليه الريسبيريشن. يعني ايه ريسبيريشن؟ ازاي اعرف الريسبيريشن وايه الستبس بتاعتها؟ يعني ايه بتنفس؟ بتنفس او الريسبيريشن از ا كومبلكس بروسيس، عمليه معقده. شوف ايه اللي بيحصل فيه. انا باخد اكسجين من الجو، الاكسجين بيمشي في السكه بتاعتي اللي انا قلت عليها كوندكتنج زون لحد ما اوصل للريسبيراتوري زون، ويحصل تبادل غازات جاز اكسشينج ما بين الالفيولس والبلاد جوه اللنج. ثم الاكسجين يمشي في الدم ويروح لحد التشو، يدخل الخلايا عشان الخلايا تستفاد منه، والخلايا تقوم مطلع علي ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون يقوم راجع في عكس الاتجاه، يمشي في الدم يحصل تبادل الغازات، يقوم داخل جوه الالفيولس الحويصله الهوائيه، ثم يمشي من خلال الضغط ويمشي في سكته عادي الحياه ما نرميه في الشارع. يبقى بالتالي بقول ان الريسبيريشن از ا كومبلكس بروسيس، عمليه معقده، باي ويتش بيحصل ايه؟ اكسجين از تيكن فروم ذا اتموسفير باي انسبيريشن، الاكسجين بيتاخد من الجو اهو بعمليه شهيق انسبيريشن، ثم اكسجين از كاريد باي ذا بلاد تو ريتش سيلز تو بي يوزد فور اوكسيديشن اوف فود اند ذا انرجي برودكشن. يعني الاكسجين بيحصل له تبادل غازات ويدخل على الدم ويروح لحد الخلايا في التيشوز علشان تاخد الاكسجين تستخدمه في اكسده الايه؟ الطعام وانتاج الطاقه. وينشا نتيجه انتاج الطاقه واكسده الطعام يطلع ثاني اكسيد الكربون. الكربون دايكسيد ريزلتد از اكسترودد فروم ذا بادي باي اكسبيريشن. الكربون دايكسيد اللي خرج دوت هيدخل الدم مباشره ويمشي في عكس الاتجاه علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ايه اللي يحصل فيه؟ يخرج للاتموسفير. كلام جميل جدا. طيب هدخل في الستيبس اوف ريسبيريشن. الخطوات اربعه ستيبس اساسيين. اول ستيب ان انا اخد من الجو اكسجين وادي له ثاني اكسيد الكربون. العمليه دي بقول عليها بريثنج، تنفس، او بقول عليها بالمونري فنتيليشن. بالمونري يعني ريسبيراتوري او لنج، فنتيليشن تنفس رئوي. البالمونري فنتيليشن يبقى it is inflow of oxygen from atmosphere to alveoli، يعني دخول الاكسجين من الجو للحويصلات الهوائيه، and the carbon dioxide outflow to atmosphere، وان الكربون دايكسيد يخرج للجو. دي بقول عليها بالمونري فنتيليشن. تاني حاجه بالمونري برفيوجن،
بالمونري يعني رئوي، لونج او ريسبيراتوري، بيرفيوجن يعني سريان دم ماشي، ترويه دمويه يعني الدم يروح يغذي الجزء ده. طيب اللنج بتتغذى ازاي؟ بدم جاي لها منين؟ من الرايت فينتركل. والدم اللي ينضخ من الفينتركل بيرمينت بقول عليه كاردياك اوت بوت، خدناها وانا بتكلم في الشابتر بتاع الكاردياك اوت بوت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم. يبقى الكاردياك اوت بوت هو فوليوم اوف بلاد بامبد باي اتش فينتركل بير مينت. يبقى البلبونري بيرفيوجن هي عباره عن الكارديك اوتبوت اوف ذا رايت فينتركل، هو 5 لتر بير مينت تو ذا لانج تو تيك اوكسجين اند تو جيت ريت اوف كربون دايكسايد. طيب تالت حاجه، خلاص احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا جبنا الجمل وجبنا الجمال. الجمل بتاعنا ايه؟ الهواء اللي هيدخل للايه؟ لللنج الالفيولس. الجمال اللي هو البلاد بقى عندي الفيولس فيها هواء وعندي حواليها كابيلاريز فيها بلاد، عايز اعمل تبادل غازات اللي هي الثالث خطوه اللي هي اكستشينج اوف جازز، تبادل غازات بتبقى بتوين اير ان ذا الفيولاي الهواء اللي في الالفيولاي اند بلاد ان بالمونري كابيلاريز فيا بالمونري ميمبرين. البالمونري ميمبرين اللي هو الغشاء الرئوي ده غشاء رئوي له تركيبه معينه مش مطلوبه منك، لان انا بقول قشور طالب الطب بنقولها له بتفصيل اكتر. الغشاء الهوائي اللي بيفصل ما بين الاير اللي موجود في الالفيولس والبلاد اللي موجود في الكابيلاري بيبقى له مقدره انه يعدي الاكسجين للدم ويعدي كربون دايكسيد من الدم للاير. والعمليه دي بيقول عليها تبادل غازات اكسشينج اوف جاز. طب الاكسجين دخل للدم هيحصل له ايه؟ هيمشي في الدم علشان يروح للخلايا والانسجه عشان يستفاد به، اللي هي الخطوه الرابعه اللي هي الجاز كارج، شيل الدم شيل الغاز اللي هو الاكسجين او كربون دايكسيد زي ما قلنا، الاكسجين هيدخل للخلايا وكربون دايكسيد هيخرج من الخلايا والاثنين هيمشوا في الدم علشان واحد يروح للخلايا وواحد يروح للفيصله الهوائيه. يبقى جاز كارج باي ذا بلاد تو ذا ليفت هارت then to the then to all body. يعني اهو الاكسجين مشي في الدم هيروح للليفت سايد اوف ذا هارت، هيروح للفور بالمونري فينز، منه للليفت ايه؟ اتيليوم ثم الليفت فينتريكل، وينضخ من خلال الاورطه الشريان الاورطي يروح للجسم كله ما عدا اللنج. طيب يبقى كده الخطوات بتاعت عمليه التنفس اللي هي كومبلكس بروسيس بتعدي باربع حاجات اللي هي البالمونري فنتليشن، البالمونري برفيوجن، exchange of gases و gas carriage by the by the blood. طيب هدخل بقى على نقطة مهمة جدا اللي هي non respiratory functions of respiratory system. non respiratory functions of respiratory system من النقاط المهمة جدا. ال respiratory system ال function بتاعته يبقى بالفقاقة كده عملية التنفس ال respiration. طب هل الجهاز التنفسي له وظائف غير التنفس؟ مهمة جدا. انا قلت ان الريسبيراتوري سيستم بيتكون من اول النوز والاورال كافيتي لحد ما اوصل للحويصله الهوائيه. كل جزء في السكه دي كلها له وظيفه ثانيه غير التنفس. يعني على سبيل المثال النوز مثلا والماوس هتلاقيهم مهمين في السميل اند تيست سنسيشن. عن طريق ايه؟ الالفاكتو ريسبتور اللي موجوده في النوز فين؟ في البوستيريو نيزال كافيتي، وعن طريق التيست ريسبتورز اللي موجوده في الاورال كافيتي. الالفاكشن عمليه الشم دي مهمه جدا في عمليه التذوق اللي هي التيست. اسميل يعني شم، حاسه الشم، والتيست حاسه التذوق. الواحد لما يشم حلو هيتذوق كويس، ولذلك الشخص اللي كان عنده كورونا او عنده شويه برد يقول لك انا مش شامم حاجه والاكل ملوش طعم في بقه. يبقى دي وظيفه للجهاز التنفسي اهو. طب انتوا سامعيني ازاي؟ عن طريق سامعين لي صوت. الصوت ده بيجي ازاي؟ اللي هو الفويس برودكشن، تكوين الصوت. الاحبال الصوتيه لها دور في تكوين الصوت اللي هي الفوكال كوردز. طب الفوكال كوردز دي موجوده فين؟ ده جوه اللارينكس اللي هو جزء من الجهاز التنفسي. الهواء هو داخل وخارج وانا بتكلم بيحصل ايه؟ بيحصل تغير في الثيكنس والفايبريشن والبوزيشن اوف فوكال كورد ان ذا لارنج. الاحبال الصوتيه
السمك بتاعه بيتغير نتيجه الاهتزازات بتاعت الهواء، وهو بيتحرك بيحرك هذه الاحبال الصوتيه، وتغيير مكانه بيعمل صوت زي بالظبط. انت لو جبت استك وشديته جامد وبعدين شديته جامد كده وخليت حد يمسك الاستك من نصه كده ويخبطه خبط، هتلاقي حصل فيه اهتزازات في الاستك وعملت صوت. يبقى بالتالي النون ريسبيرتوري فانكشن لحد كده قلت سميل اند تيست، شم وتذوق وتكوين صوت اللي هو الفويس برودكشن. ثم تالت حاجه قلت بادي تمبريتشر، ايه بادي تمبريتشر ريجوليشن، اللي هي تنظيم درجه الحراره بتاعه جسمك عن طريق ايه؟ باي هيت لوس ان اكسبيريشن، يعني وانت بتعمل عمليه زفير. يعني التنفس بتاعنا زي ما نعرف حالا الريسبيرتوري سايكل بيتكون من شهيق وزفير. شايف انا باخد هواء من الجو، زفير بخرج هواء. طيب انا بسقط حراره مع الهواء اللي خارج من جسمي، دليلك ايه يا سيدي؟ قال لك لو انت شخص بتلبس نظاره مثلا، تيجي لو انت مجرد حطيت ايدك قدام بقك كده وانت بتتنفس هتلاقي ايه؟ الهواء خبط في النظاره تلاقي ضبشت. بلاش دي، الجو هو ساقع جامد في الشتاء، تيجي الصبح بدري وانت بتتنفس كده تحس اكن في دخان طالع من جسمك. ليه؟ لان جسمك درجه حرارته جواه 37، الهواء هو خارج 37. طب درجه حراره الجو وليكن كان اربع درجات مئويه، الجو ساقع جامد مثلا، يبقى تلاقي في دخان هواء خارج لان درجه الحراره بتفقد، يبقى مهمه في البادي تمبريتشر ريجوليشن. طيب ايه كمان؟ قال لك ميني دراجز مي بي يوز باي انهيليشن، كتير من الادويه بناخدها كاستنشاء. واحد مثلا على سبيل المثال عنده ربو شعبي وفي الازمه حاسيه على صدره، يقول لك انا بستخدم بخاخ عشان في برونكو دايليتور، حاجه موسع للشعب الهوائيه. بلاش. في نوع من انواع التخدير عن طريق انهاليشن انافيتكس، المخدرات عن طريق التنفس. طيب ايه كمان؟ نون ريسبيرتوري فانكشن، بروتكتيف فانكشنز كتير جدا ما رضيتش اتكلم عنها كتير لانها مش مطلوبه منكم زي ما، لكن مطلوبه لطالب طب لازم يبقى عارفها بالتفصيل. فانت مجرد تعرف انها بروتكتيف فانكشن زي ايه؟ زي الكوف ريفلكس، الكح. والواحد بيكح عشان في مشكله في الجهاز التنفسي، في فورن بادي او في اريتيشن، تهيج للابر بارت اوف ريسبيراتوري سيستم زي زي التراكيه. التراكيه لما تبقى اريتيتد مهيجه لفورن بادي او بكتيريا او غيره او دست او غيره، اتربه الجسم عايز يتخلص من هذه الاتربه او الاريتال، بيعمل كوف كحه، يبقى ده بروتكتيف فانكشن. النون ريسبيرتوري فانكشن اللي بعد كده ميتابوليك فانكشن، والميتابوليك فانكشنز كتير جدا، هنعرف منها اتنين بس، ده اللي ايه اللي مطلوب منك. انا بحاول على قد ما اقدر محاضراتي لكم بحاول جو تو ذا تارجت، انت المطلوب منك ايه؟ ما احاولش اوسع عليك او زياده عن اللزوم ولا اختزل زياده عن اللزوم. فالميتابوليك فانكشنز حاجتين لازم تبقى عارفهم، انها بتصنع لي حاجه اسمها السيرفكتن، وده هنتكلم عنه كمان شويه لانه موضوع مهم جدا. تاني حاجه اكتيفيشن اوف انجيوتين سين 1، ودي قلناها في ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر في المحاضره اللي فاتت. اكتيفيشن اوف انجيوتين سين 1 تو انجيوتين سين 2 باي كونفرتيز انزايم، يبقى مهمه جدا انها تنشط لي انجيوتين سين 1 لانجيوتين سين ايه؟ 2. طب اخيرا على فكره يا جماعه، النون ريسبيرتوري فانكشن مش دول بس، ده احنا مختزل على قد ما اقدر عشان ما اكترش عليك، عشان انا عايزك مينيمم تعرف دول، لكن طالب الطب بنزود عليه كمان. اللي هي رقم 7 الاسيد بيز بالانس، اللي هي بي اتش ريجوليشن. احنا عارفين ان حموضه الدم البي اتش اوف ذا بلاد 7.35 7.45. الجهاز التنفسي مهم جدا في المينتنس اوف اسيد بيز بالانس، او الاتزان بتاع حموضه الدم. الاتزان ما بين الاحماض والقلويات في الدم، يعني المحافظه على حموضه الدم ثابته. طب ازاي؟ الجهاز التنفسي شغله كله قايم على ايه؟ انا باخد شهيق وزفير، في الزفير بطلع ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون ديت سيادته في الجسم بيزود الاسيد، يعني بيزود الاسيدوز. لما يقل بيقلل الاسيد، يعني يعمل الكالوز. فشوف بقى العظمه بتاعت ربنا، لما يكون في اسيدوزز جوه جسمك، يعني اي مشكله ميتابوليك اسيدوز، واحد عنده مثلا واحد مريض سكر وعنده دايابيتيك كيتو اسيدوز، يعني حموضه الدم عنده عاليه قوي،
عنده اسيدز كتير في الدم. هتلاقي الشخص ده بيتنفس غصب عنه بسرعه، عنده كوزمول بريثنج اللي هو رابيد ديب بريثنج، تنفس بسرعه. ليه؟ علشان يحاول يحمي نفسه، عشان يحاول يقلل الاسيدوزس. لان الاسيدوزس بتعمل انكريز للريسبيريشن، كذا عشان حطها لك صح وغلط. الاسيدوزس بتعمل ايه؟ بتزود الريسبيريشن. الهدف ايه؟ تو جيت ريد اوف كربون دايوكسيد، تخلصني من الكربون دايوكسيد، تخلصني من ثاني اكسيد الكربون والاكسبيراتوري. يعني لما جسمك يكون الحموضه عاليه فيه نتيجه ميتابوليك كوز، زي الدايبيتيك كيتو اسيدوز، مريض سكر عنده الحموضه عاليه، الجهاز التنفسي بيشتغل بزياده، يحصل هايبر فنتيليشن، يتنفس بسرعه عشان يعمل كربون دايوكسيد ووش، يعني يغسل لي الكربون دايوكسيد يطرده لي من الجسم فيقلل الاسيد جوه الجسم. العكس مع الالكالوز. يعني على سبيل المثال لو واحد عنده ترجيع او قيء شديد جدا، قاعد يرجع يرجع يرجع، قاعد يفقد اسيد، يعني معناه الايه؟ الالكالوز بتزيد جوه جسمه، يعني بقى عنده الكالوز، البي اتش عليت في الدم. طب انا عايز احلها، شوف العظمه بتاعت ربنا. لما يكون مثلا في سيفير دياري وعملت ميتابوليك الكالوزس، الجهاز التنفسي بيشتغل بايه؟ ببطء، يحصل هايبو فنتيليشن. طب اما الواحد يتنفس ببطء الكربون دايوكسيد مش هيخرج للشارع، هيتحبس جوه جسمي. اما يتحبس جوه جسمي هيزود الاسيد جوه جسمي، لان الكربون دايوكسيد جوه الجسم بيلاقي الميه يمسك فيها، في وجود حاجه اسمها كربونيك انيدريز يعمل لي كربونيك اسيد، وده ويك اسيد ايزلي ديسوشيت، فهيزود شويه حموضه تعادل الالكالوز اللي هو جسمي، فتحافظ على البي اتش ثابت. يبقى خلاصه الكلام ان النون ريسبيراتوري فانكشن او زي ريسبيراتوري سيستم بتشمل سميلاند تيز، فويس برودكشن، بادي تمبريتشر ريجوليشن، ميني دراكس ماي بيز باي انهاليشن، بروتكتيف فانكشن زي الكوف ريفلكس، ميتابوليك فانكشن سواء سنس او سيرفاكتن او اكتيفيشن اوف انجيوتنسين 1 تو انجيوتنسين 2 باي كونفرتيز انزيم، ومينتنس اوف اسيد بيز بالانس. طيب كلام جميل. النقطة اللي بعد كده من الأهداف الرئيسية ليها النهاردة اللي هي الميكانيزم اوف بريثنج. وأنا بتكلم في الميكانيزم اوف بريثنج يهمني ثلاث نقاط أساسية. حاجة اسمها ريسبيراتوري ميكانكس اللي هي الإيه؟ إزاي بيتم عملية الإنسبيريشن والإكسبيريشن، اللي هي الميكانيزم اوف إنهاليشن أو إنسبيريشن اللي هي الشهيق، والميكانيزم بتاعة الإكسبيريشن إزاي بيحصل الزفير اللي هو الإكسبيريشن أو إكسهاليشن. تاني حاجة عايز أعرف الريسبيراتوري سايكل، سايكل يعني دورة. الريسبيراتوري سايكل يعني الدورة التنفسية. ثم أخيراً هعرف الريسبيراتوري بريشرز اللي هي الضغوط بتاعة الجهاز التنفسي، هنتكلم عنها حالاً. هبدأ بالريسبيراتوري سايكل. الريسبيراتوري سايكل هي عبارة عن سايكل تشينجز ويز وان بريز. النفس بتاعك بيتكون من إيه؟ لو بصيت على الصورة اللي عندي والصورة ب 1000 كلمة هتلاقي الريسبيراتوري سايكل اللي هي المسافة اللي ما بين السهمين اللي بالاحمر دول بتتكون من ثلاث حاجات اساسيه، حاجه اسمها شهيق اللي هي الانسبيريشن او انهاليشن رابيد اسيند اهو، ثم يعني هنا بيزيد اللنج فوليوم بسرعه، ثم اكسبيريشن او اكسهاليشن اللي هو الزفير بتلاقي فيه سلو برولونج ديسند بياخد وقت اطول من الشهيق، وبعد الاكسبيريشن في توقف لحظي انا ما بحسوش طبيعي اسمه اكسبيراتوري بوز. بوز يعني توقف لحظي، يبقى اكسبيراتوري بوز في توقف لحظي لعمليه التنفس. يبقى انا السايكل بتتكون بتاعتي من ثلاث حاجات اهو، زي ما قلت بارتس اوف ريسبيراتوري سايكل، اكتف انسبيريشن، وكلمه اكتف زي ما هفهم حالا يعني معناها محتاجه مصل كونتراكشن، يبقى اكتف شورت انسبيريشن followed by passive longer expiration. passive يعني no need for muscle contraction. امال بيتم ازاي؟ افهم حالا. ثم expiratory boost. طيب النورمال expiratory يتحفظ زي اسمك، بيتسال كتير كام اس كيو او صح وغلط. في شخص يانج ادلت ينسي مين؟ واحد راجل سليم مش مريض، الاسبيراتوري معدل التنفس بتاعه كان طبيعي من 16 ل 20 بريث بير مينت. في ناس بعض الكتب تكتب من 12 ل 16، خليني ملتزم بالارقام اللي انا كاتبها لك في الداتا شو. من 16 ل 20 بريث بير مينت، تمام. طيب هل لو عيل لسه مولود زي عيل عنده 6 سنين
زي عيل عنده 10 سنين، زي عيل زي بني ادم عنده 30 سنه او 40 سنه او 100 سنه، لا طبعا بتختلف تبعا للايدج. فالريسبيراتوري ريت عند الولاده لحد سن 6 اسابيع يعني شهر ونص بتلاقي التنفس سريع قوي، بتحفظ الرقم من 30 ل 60 بريث بير مينت. طيب عند سن 6 سنين التنفس يبطأ شوية، بقى كام؟ خلينا الأول قبل 6 سنين 6 شهور بيبطأ، يبقى 25 ل 40 بريث بير مينت. طب عند 6 سنين يبقى من 18 ل 25 بريث بير مينت. طب عند سن 10 سنين من 12 ل 15، وعند الأدلت بيرسون هو من 16 ل 20. طيب لما اتكلم ده على الميكانيزم اوف نورمال بريثنج او الميكانكس اوف ريسبيريشن، عمليه الشهيق بتتم ازاي اللي هي الانسبيريشن، وعمليه الزفير بتتم ازاي؟ ابص على الصوره، والصوره ب 1000 كلمه. صلى على النبي، قول عليه الصلاه والسلام. عمليه الشهيق اللي هي الانسبيريشن بتتم ازاي؟ بتبدا برمضه عصبيه بتنشا من مركز التنفس، مركز الشهيق اللي هنتكلم عنه في المحاضره الجايه ان شاء الله، اللي هو الانسبيراتوري سنتر، يبقى موجود في جزء من المخ بالذات في حاجه اسمها المضله اوبلونجاتا في جذع المخ، حاجه اسمها الدورسال ريسبيراتوري جروب، قول عليها انسبيراتوري سنتر، اللي هي مركز الشهيق. بتطلع ومضه عصبيه بتروح تاثر على المسلز اوف انسبيريشن اللي هي العضلات المسببه للشهيق، اللي هي مين؟ الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز. ده عضله بتخليه ينقبض، اما ينقبض هو بيبقى عامل زي القبه كده، اما ينقبض هينزل لتحت بقى بالشكل ده، يبقى فلاتد يعني بيساوي كده بدل ما هو قبه، اما ينزل لتحت الفيرتيكال دايمتر اوف ذا شيست هيكبر، يعني الايه؟ الارتفاع الطولي بتاع الصدر ده هيزيد، هيتمدد الشيست لتحت كده. في ومضة عصبية هتروح لمين؟ للانسبيراتوري ماسل اللي بقول عليها اكسترنال انتركوستال ماسل، هتنقبض. اكسترنال خارجية انتركوستال ماسل هي العضلات اللي ما بين الضلوع، واكسترنال انسبيريشن اكسترنال انتركوستال معكوسة مع الانسبيريشن، الاكسترنال انتركوستال ماسل هي اللي مسؤولة عن الانسبيريشن. اما تنقبض هتشد الشيست واللي بره، يعني هتزود الترانسفيرس دايمتر اوف ذا شيست. فانت لما تيجي تاخد عمليه الشهيق لو ركزت مع نفسك هتلاقي مع الشهيق صدرك بيتمدد لبره وبيتمدد لتحت، يعني معناها ايه؟ معناها بيزيد الشيست دايمنشن، كل الشيست دايمنشن. بس في ملحوظه مهمه، في حاجه اسمها بلورا او الغشاء البلوري، دي طبقة بيتكون من طبقتين، طبقه ماسكه في اللنج وطبقه ماسكه في الشيستول، وبينهم سائل قليل جدا بيخلي الاثنين لازقين في بعض. فالشيستول لو تمدد لبره هيشد مع اللنج، يعني هيعمل اكسبانشن لللنج، يوسع اللنج. فمع عمليه الشهيق اللنج از اكسباندد، بتلاقي اللنج كبرت، اللنج بتبقى ايه؟ بتبقى كبرت. كلام جميل. طيب اما اللنج تبقى اكسباندد، الضغط الهواء او الضغط جوه الالفيولس جوه الحويصله الهوائيه يبقى بالسالب ناقص 1، اقل منين؟ من الاتموسفيريك بريشر. وده في الجهاز التنفسي في الالفيولار وفي البلورا بحسب البريشر مقارنه بالضغط الجوي. اما اقول ناقص 1 يعني اقل من الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي ب1. الهواء بينتقل منين لفين؟ من الضغط العالي للضغط المنخفض. طب مع الشهيق الضغط الجوي اعلى من الضغط اللي جوه الحويصله الهوائيه، فيحصل حاجه اسمها اير بوشد ان او رشد ان، يعني يدخل لداخل اللنج ويحصل عمليه الشهيق. ابص على الكلام اللي مكتوب ان هو ده اللي انا قلته، يبقى الانسبيريشن لازم تبقى عارف انه اكتف بروسيس، بتصير الحاجات دي امسكيو كتير وصح وغلط. يبقى الانسبيريشن از اكتف بروسيس، اكتف يعني محتاج ايه؟ ماسل كونتراكشن. في
الريسبيراتوري ماسل اللي انا قلت عليهم الديافرام والاكسترنال انتركوس، بتبدا العمليه الشهيق بان الانسبيراتوري سنتر اللي هو الدورسال ريسبيراتوري جروب اللي هنتكلم عنه المره الجايه ان شاء الله، اللي موجود في المجله اوبلونجاتا، استيميوليتس انسبيراتوري ماسل كوزنج ذير كونتراكشن، يعني الديافرام والاكسترنال انتركوستال ماسل هينقبضوا. نتيجه لكده الثراسيك كافيتي انكريزز ان اول دايمنشن، الشيست اللي هو الصدر هيتمدد في كل الاتجاهات. نتيجه لكده اللنج ديستند باسيفلي وذ شيست، اللنج هتتمدد مع الشيست والباسيفلي، يعني ايه؟ مش محتاجه طاقه ولا محتاجه حاجه بقى، ليه؟ لانها ماسكه في الشيست وول بواسطه البلورا. وبالتالي الانترا الفيولر بريشر هيبقى ناقص واحد، اقل من الاتموسفيريك بريشر. اما اما اللنج تبقى اكسباندد الضغط جواه بيقل. نتيجه كده اير راشز ان، يعني هيدخل ثرو اير باسج تو الفيولار. عكس الكلام ده عمليه الاكسبيريشن. طيب ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، عمليه الانسبيريشن تم، هل واحد هيدنه يعمل شهيق طول عمره؟ لا، انت بتاخد كميه هواء معينه وعند نقطة تتوقف غصب عنك. هيتوقف الانسبيراتوري سنتر عند نقطة معينة، ليه؟ لأن أما الألفيولوس بتتمدد فيها مستقبلات معينة بتبعت ومضة عصبية تقول للانسبيراتوري سنتر بطل بقى كفاية. أنت متخيل لو أنت عندك نفيخة وقعدت تنفخ فيها الملانة هيطق منك. لو اللنج قعدت تستنشق هوا 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 اللنج هتنفجر. فمن رحمة ربنا ان الهواء ما بيدخل للحويصلات الهوائية في اللنج عندي مستوى معين، في مستقبلات معينة موجودة في جدار الحويصلة الهوائية هتبعت ومضة عصبية للانسبيرات الستة تقول له لا ربنا يكرمك وقف، ما عدتش تشتغل. اول ما يوقف هيحصل ريلاكسيشن، ارتخاء للانسبيرات المصر، فالديافرام هيرتخي يقوم طالع لفوق تاني عامل زي القبة كده، يقوم ضاغط على اللنج، والشيست وول والمصل اللي فيه الاكسترنال انتركوستال هتريلاكس هترتخي، الشيست يقوم راجع كده عامل ايه؟ ضاغط على اللنج. انت لو عندك نفيخه منفوخه وضغطت عليها الضغط اللي جواها يزيد ولا ما يزيد؟ يزيد. فالحويصله الهوائيه مع الاكسبيريشن مع عمليه الزفير البريشر جواها بيزيد، بيبقى زائد 1 ملم مركب. وزائد واحد معناها ايه؟ معناها ازيد من الاتموسفيريك بريشر بواحد. والهواء ينتقل من الضغط العالي للضغط المنخفض، يعني الهواء يخرج منين؟ من الالفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه في اتجاه الهواء اللي بره، اتجاه الجو، فتعمل فتحصل عمليه الزفير اللي هي الاكسبيريشن او اكساليشن. يبقى الاكسبيريشن نورمالي از اي باسيف بروسيس، يعني مش محتاجه مصر كونتراكشن. امال هي بتحصل نتيجه ايه؟ ريلاكسيشن اوف انسبيراتوري ماسلز. فنتيجه لكده الشيست هيكش في كل الاتجاهات. نتيجه لكده ان الانترا الفيولار بريشر هيبقى زائد 1. نتيجه لكده الاير از بوشد اواي اور فورسد اوت انتو ذا اتموسفير. ارجع للجدول اهو، الاكسبيريشن از نورمالي نورمال كونديشن، وانت بتتنفس عادي خالص باسيف بروسيس. باسيف يعني نيد نو ماسل كونتراكشن. بيعمل بيحصل بايه يا سيدي؟ اوكيزي دي تو ستوبج اوف امبلسز فروم انسبيراتوري سنتر، يعني توقف للومضات العصبيه من الانسبيراتوري سنتر. وبالتالي بيحصل ايه؟ ان الثراسيك كافيتي بتقل ان اول دايمنشن، الشيست حجمه بيصغر. انت ركز مع نفسك وانت بتعمل زفير هتلاقي الشيست بيكش. اللنج ريكويل باي زير الاستيست، اللنج فيها الاستيك اليمنت يعني عامله زي الاستيك، لو قسك انت شديته على الاخر وسبته هيرجع يكش. فاللنج كانت مشدوده مع الانسبيريشن بالشيست وول، لما يحصل اكسبيريشن اللنج هتكش نتيجه الالاستيستي بتاعتها. طيب الانترا الفيولر بريشر مع الاكسبيريشن زائد 1، ارقام تتحفظ بتصير كتير ام اس كيو صح وغلط. نتيجه كده اير از فورسد اوت فروم الفيولاي تو اير باسج وتحصل عمليه الزفير. طيب ركز معايا، هل الاكسبيريشن في كل احواله بس البروسيس؟ قال لك لا،
مع النورمال اكسبيريشن بس. لكن لو فرصه اكسبيريشن او لو في مرض مصعب عمليه الاكسبيريشن زي البرونكيال اوبستراكشن او البرونكيال ازمه اللي هي الربو الشعبي، بلاقي الاكسبيريشن از اكتف، يبقى الملاحظه اللي عندي اللي تحت مهمه جدا اهي، اكسبيريشن بيكمز اكتف، يعني بيحتاج مصل كونتراكشن. امتى؟ مع الفرصه اكسبيريشن. فرصه اكسبيريشن يعني ايه؟ يعني انت بتحزق مثلا، بتقتل، واحد عنده امساك وقاعد يقتل، او ست بتقلب وبتقتل عشان تخرج العيل، او واحد بيرفع حمل تقيل بيشيل حديد مثلا او بيشيل وزن تقيل، بتلاقي ايه كاتب نفسه بيحزق، حاجه اسمها فالزالفاز مانوفر، فرصه اكسبيريشن اجينست كلوز جلوتس. هنتكلم عنها حاله، ان الواحد بيعمل ايه؟ بيعمل زفير جامد. يعني انت لو حاولت تعمل زفير انت جامد، انا ممكن اخد ديب انسبيريشن، اخد نفس عميق اهو، وممكن اعمل فرصه اكسبيريشن ان انا اطرد الهواء بارادتي. لو انت حاولت تطرد الهواء بقى اكتف هنا، وجرب كده تلاقي فيه كونتراكشن للشيست ماسل وكونتراكشن لمين؟ للابدومينال ماسل. يبقى اكتف في حالات الفرصه اكسبيريشن وحالات البرونكيال اوبستراكشن نتيجه ايه؟ الانترنال انتركوستال كونتراكشن ونتيجه الابدومينال ماسل كونتراكشن. يبقى الفرصه اكسبيريشن مين الماسلز اللي مسؤوله عن الفرصه اكسبيريشن؟ عضلتين اساسيتين اللي هي الانترنال انتركوستال اكس اكاس، اكسبيريشن تبقى الانترنال انتركوستال، الانسبيريشن كان اكسترنال انتركوستال. يبقى الاكسترنال انتركوستال كونتراكشن يعمل انسبيريشن، لكن الانترنال انتركوستال كونتراكشن يعمل اكتف اكسبيريشن. ايه كمان يعمل اكتف اكسبيريشن؟ الابدومينال ماسل كونتراكشن. وانت قاعد في الحمام بتحزق، او الست اللي بتولد بتحزق جامد، بتعمل كونتراكشن للابدومينال وول، البطنها الجدار بتاعها بينقبض. ليه؟ عشان تحاول تضغط على الحجاب الحاجز، يضغط على الرئه تقوم طارده الهواء. طيب دي الميكانيزم اوف ريسبيريشن اند اكسبيريشن. طب في حاجه اسمها ريسبيراتوري بريشرز. ريسبيراتوري يعني تنفس، بريشر يعني ضغط. في عندي ثلاث حاجات عايز اعرف، حاجه اسمها انترا بلمونري بريشر او اسم الدلع بتاعه والاشهر الانترا الفيولر بريشر اللي لسه جايب سيرته حالا، اللي هو البريشر اللي موجود جوه الالفيولس ديورنج ريسبيراتوري سايكل، وانا لسه قايل اثناء الانسبيريشن يبقى ناقص 1 مليمتر ميركري، يعني اقل من الاتموسفيريك بريشر بواحد، ومع الاكسبيريشن يبقى زائد 1 مليمتر ميركري، يعني اعلى من الاتموسفيريك بريشر بواحد. يعني اذا كان الايه الاتموسفيريك بريشر مثلا كام؟ 760 زي ما في الملحوظه اللي هنا كده، الاتموسفيريك بريشر 760 ملم مركب. كل ريسبيراتوري بريشر ار اكسبريسد ريلاتيف تو اتموسفيريك بريشر، يعني انا بقارنهم بالاتموسفيريك بريشر. فلما اقول لك ان الالفيولر بريشر ناقص 1 ملم 1 ملم مركب معناها ايه؟ ناقص 1 ملم مركب معناها انه صاب اتموسفيريك بريشر، يعني ضغط اقل من الضغط الجوي. بيأدي ايه ب 1 ملم مركب؟ يعني بدل ما كان ضغط جوي 760 هيبقى 759 ملم مركب. يعني انا لما اقول لك الانترا الفيولار بريشر دورنج انسبيريشن يساوي كام ملم مركري، قلت لي 759 بدون اشاره موجب او سالب تبقى صح. لكن ما ينفعش اقول زائد 950 759 او ناقص 759 تبقى غلط. لكن انا اقول ايه؟ ناقص واحد، ناقص واحد معناها اقل من الاتموسفيريك بريشر بواحد. اقول 759 ماشي، بس ما احطش اشاره بفرح. طيب يبقى حاجه اسمها انترا بلموناري او انترا الفيلا بريشر هتكلم عنها حالا، ثم انترا بلورال بريشر او اسم الدلع بتاع انترا ثوراسيك بريشر، مهم جدا جدا. اي اسم له اسمين احفظه، يعني انا بقول انترا بلموناري اسمه انترا انترا الفيلا، الاثنين يتحفظوا. انترا بلورال اسم الدلع بتاع انترا ثوراسيك يتحفظ. حاجه اسمها ترانس بالمونري بريشر اللي هو الفرق ما بين الاثنين بقى. طيب هبدا بالترانس بالمونري عشان ما نساوش. ترانس بالمونري بريشر كديفينيشن اتز بريشر ديفرنس، فرق في البريشر ما بين الانترا الفيولار بريشر اللي هو الانترا بالمونري بريشر والانترا بلورال بريشر اللي هو الانترا ثوراسيك بريشر. الفرق ما بين الاثنين يتحفظ عشان بيتسال ام اس كيو، ممكن تيجي عليا مساله زي ايه؟ ممكن يجيب لك المساله يقول لك اذا كان الانترا الفيولر بريشر صفر، ما هو خلي بالك في
في نهايه الاكسبيريشن وفي نهايه الانسبيريشن عند الاكسبيرات الوز مثلا هتلاقي الانترا الفيولر بريشر صفر. قال لك اذا كان الانترا الفيولر بريشر صفر والانترا بلورال بريشر ناقص 4 فان الترانس بالمونري بريشر يبقى كام؟ طبق القانون. انترا الفيولر بريشر صفر ناقص انترا بلورال بريشر ناقص 1 يبقى صفر ناقص ناقص 4 اسمها ناقص 4 صفر ناقص ناقص 4 يعني معناها زائد 4. يبقى تاني ترانس بالمونري بريشر انترا الفيولر بريشر ناقص الانترا بلورال بريشر صفر ناقص ناقص 4 يعني معناها زائد 4 مليمتر مركب. كلام جميل. يعني معناها القيمه بوزيتيف وده بوزيتيف فاليو. والقوه بتاعت الترانس بالمونري مهمه جدا في انها بتكيب اللونج اكسباندد. ده هي الفرق ما بين خلي بالك البلورا ده الغشاء البلوري بيحيط باللونج. والالفيولس دي جوه اللنج. الفرق بينهم اما يبقى بوزيتيف معناها ان البلورا شداه اللنج لبره يعني معناها محافظه على اللنج اكسباندد انها متمدده ما هيش كشه. ولذلك ملحوظه مهمه جدا ممكن تتصير كسؤال صح وغلط ام اس كيو. اللنج سكيبت اكسباندد بحاجتين مهمين جدا. باي بوز نيجاتيف انترا بلورال بريشر اللي اتكلم عنه حالا. الضغط اللي جوه الغشاء البلوري بيبقى نيجاتيف. والبوزيتيف ترانس بالمونري بريشر الاثنين دول بيحافظوا على اللنج اكسباند. حاطط لكم نمط سؤال ايه صح وغلط في الاخر. يبقى لما ابص على الصوره اللي عندي والصوره ب 1000 كلمه هتلاقي في حاجه اسمها انترا الفيولر بريشر مع الانسبيريشن بيوصل لناقص 1 ومع الاكسبيريشن بيوصل لزائد 1. كلام جميل. وهتلاقي في حاجه اسمها الانترا بلورال بريشر اللي هو البريشر اللي جوه الايه؟ البلورا. البريشر اللي جوه البلورا الزائد. مع الانسبيريشن بيوصل لكام؟ لناقص 6. ومع الاكسبيريشن بيوصل لناقص 4. الفرق اللي ما بين الاثنين اللي هو الجزء ده اسمه ترانس بالمونري بريشر. طيب انا عرفت الترانس بالمونري بريشر اروح للانترا الفيولر بريشر او اسم الدلع بتاعه انترا بالمونري بريشر. الديفينيشن زي ما قلت هو البريشر انسايد الفيولاي ديورنج ايه؟ ريسبيرتوري سايت. هو الضغط اللي موجود جوه القويصلات الهوائيه اثناء الدوره التنفسيه اللي هي الريسبيرتوري سايت. القيم بتاعتها تتحفظ زي اسمك بتتسيل كتير ام اس كيو. بلاقي الانسبيريشن ادى الاكسبيريشن ركز معايا. مع الانسباير النورمال انسبيريشن بلاقي الانترا الفيولر بريشر ناقص 1 لسه قايلين. مع النورمال اكسبيريشن تبقى زائد 1 ملم مركب. طيب مع الفورسد انسبيريشن او الديب انسبيريشن لو واحد بياخد نفس عميق بيوصل الانترا الفيولر بريشر لناقص 30 ملم مركب. ومع الفورسد اكسبيريشن يعني انت بتحاول تخرج الهواء فورس بالعافيه بتعمل زفير قوي بمزاجك اهو بتنفخ كده بيوصل الانترا الفيولر بريشر لزائد 40 ملم مركب. طب مع الفورسد اكسبيريشن ويز كلوزد جلوت الجلوتس اللي هي الحنجره اللي هو مدخل الهواء المدخل بتاع اللارينكس مدخل الجهاز التنفسي من فوق كده بقول عليه الجلوتس الحنجره. حاجه اسمها مولرز مانوفر لو انا عملت فورسد انسبيريشن وسكلوزد جلوتس بقول عليها مولرز مانوفر زي عمليه الزغطه. ركز كده تاخد دي انسبيريشن اجلس كلوزد جلوتس اهي ها ديت انا دخلت هواء وقفلت الجلوتس بلاقي الرقم يتحفظ زي اسمك. فورسد انسبيريشن وسكلوزد جلوتس بتبقى ناقص 80 ملم مركب. يبقى النورمال انسبيريشن انترا الفيولر بريشر ناقص 1 مع الفورسد انسبيريشن ناقص 30 مع الفورسد انسبيريشن وسكلوزد جلوتس ناقص 80 ملم مركب. طيب مع الفورسد اكسبيريشن وسكلوزد جلوتس اللي بقول عليها فالزالفاز مانوفر واحد بيشيل حمل تقيل فبيحزق جامد وبيشيل كاتم نفسه وبيشيل جامد بيقتل وبيشيل او واحد عنده امساك وبيقتل جامد او ست بتولد وبتقتل جامد سترينج ده الفالزالفاز مانوفر.
بلاقي الانترا الفولر بريشر بيوصل لزائد 100 ملم مركب. يبقى بالتالي الانترا الفولر بريشر ديورنج نورمال اكسبيريشن زائد 1 مع الفورس اكسبيريشن زائد 40 وبيوصل لزائد 100 مع الفالفز نورمال. ديورنج ريسبيراتوري بوز الانترا الفولر بيبقى زيرو اتموسفيرك عشان لو سالتها ام اس كيو او صح او غلط. طيب ادي البريشرز اللي انا قلت عليها، هتلاقي ادي الانترا بالمونري او الانترا الفيلر بريشر اهو، وادا الانترا بلورال بريشر اللي هو البريشر اللي جوه البلورا، واللي بينهم الترانس بالمونري بريشر اللي هو الفرق اللي بينهم. انا عندي اللنج اهو وحولها الغشاء البلوري لو فيسرال لير وبريتال لير زي ما اقول حالا. طيب ادخل على الانترا بلورال بريشر او بقول عليه الانترا ثراسيك بريشر، مهم جدا. يهمني الديفينيشن. It is the pressure in the pleural space أو البلورال ساك اللي هو الإيه؟ الغشاء البلوري كله. في سبيس، في فراغ بينهم اللي هو السبيس اللي ما بين التو لايرز أوف ذا بلورا، الطبقتين بتوع البلورا. في حاجة اسمها بارايتال بلورا ذات لاينز ذا ثوراكس أو شيست ووف. البارايتال بلورا اللي هي الطبقة الخارجية اللي بتبطن الصدر أو الشيست ووف. والفيسرال لاير ذات كفرز بتغطي اللنج. ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه. ادي عندي مين؟ ادي اللنج اهي. حواليها الغشاء البلوري بيتكون من طبقتين. الطبقه اللي لازقه في اللنج بقول عليها فيسرال بلور، والطبقه اللي ماسكه في الشيست ولا ايه بقول عليها بريتال بلور، او اللي بينهم بيتقال عليه بلورال سبيس او ايه؟ بلورال ساك، او يتقال عليه انترا بلورال سبيس. وبالتالي البريشر اللي جوه هذا السبيس بيقول عليه الانترا بلورال بريشر. كلام جميل. طيب يبقى الديفينيشن بتاع الانترا بلورال بريشر او انترا ثراسيك بريشر هو عباره عن بريشر ان ذا بلورال سبيس. الفاليوز اوف انترا بلورال بريشر. القيم بتتحفظ زي اسم. مع النورمال انسبيريشن بلاقيها ناقص 6 ملم مركب اللي هي مين؟ الانترا بلورا. بينما الانترا الفيلر كان النورمال انسبيريشن كان ناقص 1 ملم مركب. بحاولها اقارن لك بينهم عشان تحفظ الارقام. مع الفورس انسبيريشن بلاقي الانترا بلورا بيجر ناقص ايه؟ 12. امال في الانترا الفيلر كانت بتبقى كام؟ ناقص 30. يعني قيمه الانترا الفيلر ايه؟ اقل بكتير ناقص 30. الماينس يبقى اقل. طيب الانترا بلورال بريشر فورس انسبيريشن كلوز بلوكس اللي هي البولر مانوفر بتوصل لناقص 30. امال كان الانترا بلورال بريشر ناقص 80. يعني مع الانسبيريشن بالثلاث احوال الانترا بلورال الانترا الفيلر بريشر كان ناقص 1 نورمال، ناقص 30 فورس، ناقص 80 فورسد ويز كلوزد بلوتس فورس انسبيريشن طبعا. لكن الانترا بلورال بريشر كان من نورمال ناقص 6، ثم مع الفورسد انسبيريشن ناقص 12 بدل ناقص 30 هناك، ومع الفورسد انسبيريشن كلوزد بلوتس ناقص 30 بدل من ناقص كام؟ بدل من ناقص 80. طيب مع النورمال اكسبيريشن بلاقي الانترا بلورال فيجن ناقص 3 بدل زائد 1 هناك في الانترا الفيلر فيجن، وفرصه اكسبيريشن بلاقيها بوزيتيف فاليو. هناك كانت القيمه كام؟ زائد 40 ملم مركب. طيب مع الفرصه اكسبيريشن وسكلوزد جلوتس الانترا بلورال بريشر يوصل لكام؟ لزائد 40 ملم مركب. امال مع الالفيلر بيوصل لزائد كام؟ لزائد 100 ملم مركب. كلام جميل. طيب ندخل بقى على الكوز اوف نيجاتيفيتي اوف انترا بلورال بريشر. ليه الانترا بلورال بريشر از نيجاتيف؟ نورمالي مع النورمال انسبيريشن والنورمال اكسبيريشن. السبب continuous tendency of the lung to recoil against the continuous tendency of the chest wall to expand. انا عندي تو اوبوزنج فورس. ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه.
انا بلاقي طول الوقت اللنج عايزه تكش، هي طول الوقت مشدوده. دي بنشرحها لطالب الطب بتفصيل اكتر بارقام، انا اقولها لك كلمتين وبس، ودي اللي مطلوبه منك، ان في الريستنج كونديشن اللنج بتبقى مشدوده لبره والشيست مشدود لجوه، ده في الريستنج. فاللنج بتبقى عايزه تكش ترجع لوضعها والشيست عايز تبسند، ففي قوتين عكس بعض في النورمال لنج ات ريست. اللنج هاز تندنسي تو ريكويل باي اتس الاستيستي، والشيست وول عايز يعمل اكسبانشن بالالاستيك اليمنت اللي موجود فيه. يبقى اللنج عايزه تعمل ايه؟ ريكويل ليكن لابس، والشيست عايز تو اكسبان، القوتين دول عكس بعض. يبقى انا عندي الاستيك ريكويل اوف شيست وول ترايز تو بولز شيست وول اوت وورد، اللونج الشيست وول عايز يتمدد لبره. اجينست الاستيك ريكويل اوف ذا لونج اللي هي عايزه تخلي اللونج تو كولابس، قوتين عكس بعض، فبيخلي بينهم نيجاتيف او سب اتموسفيريك بريشر. يبقى بالتالي كلمتين وبس بمنتهى البساطه تقول لي عشان ما تصعبش على نفسك، سبب النيجاتيف انترابلورال بريشر ان في كونتينوس تندنسي اوف ذا لونج تو ريكويل. كونتينوس تندنسي يعني ميول مستمر لللنج انها تكش. اجينست كونتينوس تندنسي اوف ذا شيست وول تو اكسباند، ميول او رغبه لجدار الصدر انه يتمدد، يعني معناها في عندي تو اوبوزنج فورسز، قوتين عكس بعض. طب ايه اهميه الانترا بلورال بريشر او الانترا فراسك بريشر؟ اول حاجه از ا ميجر اوف لانج الاستيستي. لو تخيل لو اللانج فايبروز يعني فيها تليف، هيبقى في مشكله في الانترابلورال بريشر. فالنيجاتيف انترابلورال بريشر اللي موجود وجوده نيجاتيف نورمالي، ده دلاله ان اللانج الاستيستي كويسه. طيب الانترابلورال بريشر النيجاتيفيتي بتاعته ده ايه؟ هي السبب في انها بتحاول تخلي لي اللانج اكسباند. ما هو الشيست وول شادد اللانج لبره، ده اللي عامل لي النيجاتيف بريشر. وانا لسه قايل من شويه اللانج از اكسباندد باي نيجاتيف انترابلورال بريشر وبوزيتيف ترانسبلمونري بريشر. تالت حاجه وجبنا سيرتها وانا بتكلم في كاردوفاسكولار سيستم، ان الانترابلورال بريشر بيخلي الشيست او الثراسيك بريشر نيجاتيف، فيعمل ساكشن يسحب الدم في اتجاه مين؟ في اتجاه الهارت، اللي هي حاجه اسمها فينس ريتيرن، يزود الفينس والليمفاتيك ريتيرن للدم، بيزود ارتجاع الدم والسائل الليمفاوي في اتجاه القلب. طب النقطه اللي بعد كده، ايه هي اسباب البوزيتيف انترابلورال بريشر ان وجدت؟ لما بص على الجدول ده تاني هتلاقي في اسباب نورمال، اسباب نورمال زي ايه؟ زي الفورسد اكسبيريشن اديني بوزيتيف فاليو. زي ايه كمان؟ زي الفالفالفاز مانوفر اللي هو الفورسد اكسبيريشن اجينست كلوزد جلوتس بوزيتيف. يبقى لما ندخل على كوزز اوف بوزيتيف انترابلورال بريشر مهمه جدا تتسال فيها حتت كتير ام اس كيو وصح وغلط. اول حاجه فورسد اكسبيريشن زي ايه؟ as during talking or crying which causes bulging of the neck veins due to a decrease in venous return. ما علينا، الكلمتين دول عايزك تعرفوا مين ايه؟ ان just enumeration هنا هو في حته الفورسد اكسبيريشن تقول لي ان مع الفورسد اكسبيريشن تبقى بوزيتيف انترابلورال بريشر، زي حاله التوكينج الواحد وهو بيتكلم بيعمل فورسد اكسبيريشن. وانت بتتكلم كده قاعد تزود النغمه بتاعت الصوت وتقللها وتنفعل وتعمل، تعمل فرصه اكسبيريشن. او واحد بيعيط بحرقه، تعمل فرصه اكسبيريشن. دي الكلمتين اللي عايزك تعرفهم هنا، ما تدوخش نفسك على قد مستواك انت كطالب هنا غير طالب الطب اللي بنقولها بالتفصيل اكتر. يبقى مع اول سبب تقول لي فرصه اكسبيريشن زي ديورنج توكينج اور ايه؟ كراين. تاني حاجه فالزالفاز مانوفر اللي هي فرصه اكسبيريشن اجينست كلوز جلوت، زي في حالات الايه؟ سيفير ستريننج، حد بيحزق جامد اللي هي في الليبر اللي بتولد. وحاجه اسمها تنشن نيوموثوركس هنتكلم عنها حالا، هواء موجود جوه البلورا سائل.
لو وجد اير في البلورال ساك ولا على نيموثوركس، ودي تعمل لي بوزيتيف انترا بلورال بيجر بالذات لو تنشن نيموثوركس اعرفها حالا. طب لو في ابنورمال فلويد في البلورال ساك، انا قلت نورمالي في طبقه خفيفه قوي من السيروس فلويد موجوده في البلورال ساك، لو زادت الفلويد ده بقى كميه كبيره من السيروس فلويد بيتقال عليها هيدروثوركس، ودي بتعمل بوزيتيف انترا بلورال بيجر. طب لو حصل تجمع دموي جوه البلورال ساك بقول عليها هيموثوركس، لو حصل تكون صديد كتير جوه البلورال ساك بقول عليها بايوثوركس، لو حصل تجمع للسائل الليمفاوي جوه البلورال ساك بقول عليها كايلوثوركس. الاربع نقاط دي كل واحده فيهم ممكن تتسال سؤال اختيار من متعدد او صح ولا غلط. تركز ان السلايد مهمه جدا. يبقى تو انيوميريت اعد الكوز اوف بوزيتيف انترا بلورال بريشر بتشمل الفورسد اكسبيريشن والفالفاز مانوفر اللي هي فورسد اكسبيريشن اجينست كلوز جلوتس والتنشن نيوموثوركس والابنورمال فلويد ان بلورال ساك زي الهيدروثوركس والهيموثوركس والبيوثوركس والكايلوثوركس. طب النيوموثوركس، نيوموثوركس بتتكون من مقطعين، كلمه نيومو يعني اير هواء، ثوركس يعني شيست. يبقى الديفينيشن هي بريزنس اوف اير ان ذا بلورال ساك، وجود لهواء جوه الغشاء البلوري. نورمالي البلورال ساك مش فيها هواء، يا دوبك بيبقى فيها طبقه خفيفه جدا من السيروس فلويد، هي سبيس ما بين الفيسرال والبريتال بلور. طيب انواعه ايه؟ ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه. حاجه اسمها اوبن نيوموثوركس، الحاله بتاعتنا واحد عمل حادثه وحصل بنيتريتنج انجن، واحد بيهزر مع واحد اداله مطوه غزه في صدره بمطوه بنيتريتنج انجن، الهواء يوم داخل للبلور اهو فيزود فيبقى في هواء في البلور على نيوموثوركس اوبن، لان في فتحه ايه من الاتموسفير للبلورا وبتخلي اللنج كولابسد زي ما انت واضح. يبقى اوبن نيوموثوركس معناها اهول فتحه ان بتوين اتموسفيريك اير اللي هو الضغط الهواء اللي موجود في الجو اند بلورال كافيتي كوزنج اير تو انتر انتو بلورال ساك كوزنج لنج كولابس، اللنج كشه تايم. طب في حاجه اسمها كلوزد نيوموثوركس، كلوز يعني مقفوله. ايه اللي حصل؟ السوبرفيشال الفيولاي اللي هي الحويصلات الهوائيه السطحيه على سطح اللنج انفجرت فطلعت شويه هواء منها جوه البلورال ساك فعملت نيوموثوركس. الشيست وول سليمه اهو فبقول عليها كلوزد نيوموثوركس، لان مفيش ايه دايركت كونتاكت مع الاتموسفير. يبقى سوبرفيشال الفيولاي رابشر تنفجر كوزس سمول اماونت اوف اير اكيوميليتد ان ذا بلورال ساك، هتلاقي اللنج كشت بس مش قوي زي الاولانيه. طب التنشن نيوموثوركس اللي جبت سيرتها من شويه اللي قلت بيبقى فيها بوزيتيف انترا بلورال بريشر بتبقى كولابس للنج. لو تخيلنا ان السوبرفيشال الفيولاي جزء كبير منها رابشر وطلعت هواء للبلورال ساك ولكن الالفيولس اتغطت بايه؟ بالبرايتال بالفيسرال بلورا اثناء عمليه الايه الزفير. يعني خلي بالك اما باجي اخد شهيط الهواء يقوم خارج من الالفيولس للبلورال ساك، لكن في جزء من الفيسرال بلورا كده مقطوع تيجي تعمل زفير يقوم الجزء المتغطي قافل الفتحه اللي بيخرج منها الهواء. يعني ايه؟ هتمنع ان الهواء يدخل للالفيولس، يعني الهواء يخرج من الالفيولس للبلورال سبيس لكن يجي يرجع من البلورال سبيس للالفيولس بيتقفل بواسطه الفيسرال بلورا بتشتغل وكانها صمام. صمام يعني ايه؟ فالف بيسمح بمرور الهواء في اتجاه وليس الاتجاه الاخر، يعني الهواء يقوم متحرك من الالفيولس في اتجاه البلورال ساك وليس العكس. يبقى مع كل شهيق الهواء يزيد جوه البلورال ساك مع الزفير ما بيخرجش فبيزيد طول الوقت. يبقى التنشن نيوموثوركس معناها في رابشر للسوبرفيشال الفيولاي اند ذا فيسرال بلورا اكت از اي فالف صمام ذات لو اونلي انتري اوف اير انتو ذا بلورال ساك ديورنج انسبيريشن كوزنج لانج اي كولابس. طب اخر نوع حاجه اسمها ارتفيشال نيوموثوركس، تخيل احنا ممكن احنا اللي نعمل اندكشن للنيوموثوركس. ارتفيشال يعني صناعي، احنا اللي نعمله، بنعمله كوسيله علاج. يعني لو تخيلنا الرئه اللي على اليمين ديت
فيها مرض اسمه السل تيوبركلوزس، والسل ده ممكن ينتشر من اللنج دي للنج الثانيه. فاحنا اوقات نقوم احنا اللي حاقنين هوا في البلورال ساك عشان نخلي اللنج تكولابس تكش، فتضغط على الكافيتي الحويصله اللي فيها الهواء اللي فيها الميكروب، فتكتبها تمنع انها تنتقل للناحيه الثانيه. نستخدمها في علاج مرض السل اللي هو تيوبركلوزس. يبقى ارتفيشال نيموثوركس انا اللي بعمل انجكشن حقن اوف اير انتو ذا بلورال ساك اوف ذا ديسيز لانج اللي هي الرئه المريضه كوزنج اتس كولابس. الهدف ايه؟ يوز ذا تريتمنت اوف بالمونري تيوبركلوزس. يبقى انا عندي نيموثوركس بريزنس اوف اير ان ذا بلورال ساك، عشان لو جت كسؤال صح وغلط او سؤال اختيار من متعدد. النيوموثوركس انواعها اوبن نيوموثوركس، كلوز نيوموثوركس، تنشن نيوموثوركس، وارتفيشال نيوموثوركس. طيب اخر موضوع عندنا النهارده اللي هي اللانج ايه؟ اللانج سيرفكت. يهمني اعرف ديفينيشن تعريف السورس بيطلع منين؟ الفورميشن ديورنج فيتال لايف بيتكون امتى بدايته امتى ويكتمل امتى؟ ثم الفاكتورز افكتنج ثم الفانكشن والديفينيشنز النقص بتاعه. اولا ديفينيشن مهم جدا الديفينيشن لانه بيعرفنا حاجتين، فايده وتركيبه. تركيبته ايه؟ اللانج سيرفكتنت از ا سيرفيس تنشن لورنج لايبوبروتين كومبلكس. ده عباره عن ماده اللانج بتكونها بتقلل التوتر السطحي بتاع السائل المبطن للالفيروس للحويصله الهوائيه. الحويصله الهوائيه لما ابص على الصوره، والصوره ب 1000 كلمه. ارجع للصوره دي كده، هتلاقي ادي الحويصله الهوائيه اهي، وادي جدار الحويصله الهوائيه. هتلاقي فيه السرفكتنت اهو بيطلع بواسطه خليها اجيب سيرتها حاله اللي هي تايب 2 الفيولار سيل او نيوموسايت تايب 2، ويبطن الالفيولس من جوه اهو، ويفصلها عن الفلويد لايننج الالفيولس. يفصل اقصد يفصل الفلويد لايننج الالفيولس عن الهواء. يعني خلي بالك الالفيولس نورمالي فيها هواء، والهواء فيه بخار ميه، بخار الميه بيترسب على الجدار زي ايه بالظبط؟ لو انت جيت قدام المرايه كده وعملت انسبيريشن ثم عملت اكسبيريشن، الهواء اللي طالع من بقك فيه بخار ميه، هيترسب على مين؟ على الازاز. فنفس الكلام الهواء اللي جوه الحويصله الهوائيه فيه بخار ميه، فبيترسب على جدار الحويصله الهوائيه. لو مجرد ميه في الحويصله الهوائيه بس كده، الحويصله هتكش نتيجه التوتر السطحي. توتر سطحي يعني ايه؟ يقول لك اي سائل بيحاول ياخد اقل مساحه ممكنه، زي ما خدناها في ثانوي. يقول لك ليه نقطه الميه بتنزل من الحنفيه على اي شكل كروي؟ ليه؟ لان ده اقل سطح ممكن نتيجه توتر السطح بتاع الميه. الميه في الكوبايه لو انت بصيت عليها تلاقيها مقعره، نازله عامله نص دايره كده صغيره. ليه؟ لان في توتر سطح بتاع الميه. فلو الميه مبطنه الالفيولس بس والدنيا سكتت، الالفيولس هتكش يحصل كولابس. لكن من رحمه ربنا ان الالفيولس فيها سيل اسمها تايب 2 الفيولار سيل او نيوموسايت تايب 2 بتطلع هذا السيرفاكتن اللي هو سيرفستنشال لورنج لايبوبروتين كومبلكس. التركيب الاساسي بتاعه اللي بالدهون. لما ربنا يكرمك بمناسبه العيد الكبير، كل سنه وانتم طيبين، لسه واكل لحمه وكانت مدهننه، فايدك متعصى دهن، تيجي تغسل ايديك تلاقي الميه ما بتحش الدهن. ليه؟ لان الميه الدهن ما بيدوبش في الميه. فالسيرفكتن ماده تركيبتها فيها دهن كميه كبيره، بتغطي الفلويد اللي حوالين الالفيولس اللي بيبطل الالفيولس، فبيحجز الفلويد عن الهواء. التوتر السطحي بيحصل نتيجه تلامس الفلويد مع الهواء، فبيمنع التلامس ده، فبيقلل التوتر السطحي، فبيحافظ على الالفيولس انها تكولابس، يمنعها انها تكولابس، بيحافظ عليها انها ما يحصلهاش كولابس، انها ما تتكرمش. يبقى بالتالي ثالث تكرار بيعلم الشطار، لانج سيرفكتنت از سيرفيس تنشن
لورنج لايبوبروتين كومبلكس. سيكريتد باي نيوموسايت تايب 2 او بيتقال عليها الفيلا سيل تايب 2. هتلاقي ادي بص كده ركز على الصوره، ادي الالفيلاس اهي اللي بيبطل الالفيلاس خلايا اسمها نيوموسايت تايب 1 او الفيلا سيل تايب 1. فيها خليه او بعض الخلايا اسمها نيوموسايت تايب 2 او الفيلا سيل تايب 2 او تايب 2 الفيلا سيل، هي دي اللي بتطلع السيرفاكتر. طب السيرفاكتر ده بيتكون امتى؟ بيبدا تكوينه في الفيتال لايف، العيل وهو جنين في بطن امه، الارقام تتحفظ. Start from the 24th week of intrauterine life، في الاسبوع ال 24 من الحمل. Complete بيكتمل تكوينه امتى؟ في الاسبوع ال 35. وبيحتاج تكوينه لهرمونين مهمين جدا، الكورتيزول والثيروكس، وبيحتاج لكالسيوم كمان. ولذلك الطفل اللي هيتولد بدري لسبب لاي سبب، هيتولد قيصري نتيجه في مشكله عند الام او مشكله عند الطفل وعايزين يلحقوا يولدوه قبل ما العيل يجاله حاجه او قبل ما الام يجالها حاجه، فالعيل بيبقى عرضه ان ينزل عنده نقص في السيرفاكتنت. فالحل ايه؟ قبل ما نولد الام بندي لها حقن كورتيزول عشان تزود تكوين السيرفاكتنت فالعيل ينزل كويس. يبقى بيبدا تكوينه من الاسبوع ال 24 من الحمل during fetal life، الحياه الجنينيه او الحياه جوه الرحم intrauterine life، الحياه داخل الرحم، وبيكتمل في الاسبوع ال 35. طب الفاكتورز افكتنج، في عوامل بتزود تكوين السيرفاكتنت وعوامل بتقللها. انا لسه قايل الحاجات اللي بتزود زي اسمك بتتحفظ بس ال ام اس كيو مهمه جدا، بتسيل السلايد دي كتير فيها ام اس كيو صح وغلط. يبقى الحاجات اللي بتزود السيرفاكتنت سكريشن زي الكورتيزول، زي الثيروكسين هرمون الغده الدرقيه اللي هو تي 4، زي الكالسيوم. طب اللي يقلل السيرفاكتنت ايه؟ اول حاجه البريماتيوريتي، يعني العيل مولود قبل اوله، بيقول عليه طفل مبتسر. مبتسر يعني مولود بدري قبل التسع شهور. ويبقى السبب ايه؟ نقص الكورتيزول والثيروكسين. ماشي. او لو في زياده في الانسولين، زياده الانسولين يقلل السيرفاكتنت فورميشن. او لو في هايبوكسيا، الاكسجين قليل، الاكسجين اللي رايح للخلايا قليل، او انهاليشن اوف اوكسجين اندر هاي بريشر اللي هي هايبربريك اوكسجين، بنتنفس اكسجين تحت ضغط عالي، وده بيحصل نتيجه بعض الامراض. يعني مثلا لو واحد عنده تسمم غاز اول اكسيد الكربون او غاز السيانيد، دول غازات سامه، بعالجها بان انا بخلي المريض يستنشق اكسجين تحت ضغط عالي. العيان ده بيبقى عرضه لان السيرفاكتنت يقل عنده. طب ايه اللي يقلل السيرفاكتنت تاني؟ اسيدوزس، البي اتش اوف بلاد قل لانها تعمل انهبيشن لنيوموسايت تايب 2 تمنعها من انها تكون السيرفاكتنت. والناس اللي بتشرب سجاير، هيجي سيجاريت سموك، اللي بيشربوا سجاير كتير بشرع يقول لك بيشتكوا من مشاكل في الجهاز التنفسي، ليه؟ ان السيرفاكتنت عندهم قليل. بعض الامراض زي اللنج ديزيز لانها السيرفاكتنت مش هيتكون، زي الهايبوثايرويديزم يعني لان الثيروكسين قليل، او الهايبر انسولينيزم الانسولين عالي، كل دول هيقللوا السيرفاكتنت. يبقى الفاكتور زاد ديكريس سيرفاكتنت فورميشن او سكريشن، البريماتيوريتي، زياده الانسولين، الهايبوكسيا، انهاليشن اوف اوكسجين اندر هاي بريشر اللي هي الهايبربريك اوكسجين، اسيدوسس، وهيفي سيجاريت سموكينج، وسام ديسيز زي اللنج ديزيزز، هايبوثايرويديزم وهايبر انسولينيزم. طب ايه هي الفانكشنز بتاعت اللنج سيرفاكتور؟ ايه وظيفته؟ طب من الديفينيشن قلت انه سيرفيس تنشن لورنج لايبوبروتين كومبلكس، يعني اول وظيفه بيقلل السيرفيس تنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولوس. ف مهم جدا انه يحافظ على اللنج اكسباندد، على الالفيولوس اكسباندد. بيقلل التوتر السطحي ازاي؟ بيعمل طبقه عازله زي ما انا لسه قايل ما بين الفلويد لايننج الالفيولوس والهير، فبيقلل التوتر السطحي. تاني حاجه سيفتي فاكتور اجينست بالمونري ايديم، بيمنع تراكم الميه جوه الرئه. ليه؟ لانه بيقلل القوى اللي بتزود فلتره الدم للرئه، لان لو في
السيرفس تنشن عالي، السيرفس تنشن العالي بيعايز يسحب ميه جوه الالفيولس، فانا لما بقلل السيرفس تنشن بمنع تكوين الميه جوه الالفيولس، يعني بمنع البلمونري ايديما، التورم الرئوي. ثالث وظيفه بتقلل الماسكولار ايفورت ديورنج انسبيريشن دي تو ايزي اكسبانشن، فبيقلل الورك اوف بريز. هديك مثال بسيط عشان تفهم الحته دي ازاي بيسهل عمليه التنفس، وبيقلل المجهود اللازم للتنفس، وبيقلل الشغل بتاع التنفس، وبيخلي التنفس سهل. ليه؟ اديك مثال بسيط. لو انت جبت نفختين الاثنين نفس النوع، نفخه خليت حد ينفخها نص نفخه كده ويمسكها مقفوله منفوخه نص نفخه، والنفخه الثانيه مش منفوخه خالص وعايز تنفخ الاثنين، المنفوخه نص نفخه اسهل ولا اللي لسه هتنفخها من الاول؟ لا طبعا اللي منفوخه شويه اسهل. فبالتالي السيرفكتنت بيحافظ على الالفيولس اكسباندد، فيبقى سهل تمددها، ما تحتاجش مجهود كبير. لكن انت لو هتنفخ النفخه من البدايه هتقتل، هتتعب لحد ما تنفخها. الوظيفه الرابعه كيبس لانج ديستندد، زي ما قلت بريفنت لانج كولابس، لانها بتكيب الالفيولاي اكسباندد. واللي جاي دي مهمه جدا، بتزود الاستابيلايزيشن اوف الفيولار سايز، بتحافظ على الالفيولاي ستابيلايز، وبتزود عدد الالفيولاي اللي ستابيلايز. يعني ايه؟ بتحافظ على الالفيولاي، بتمنع اللارج الفيولاي تو رابشر، وبتمنع السمول الفيولاي تو كولابس. يعني الالفيولاي كلها مش حجم واحد، في الفيولاس صغيره الفيولاس كبيره. الالفيولاس الصغيره بتبقى عايزه تكش، عايزه ايه؟ تكش كولابس. والالفيولاس الكبيره عايزه تنفجر. يجي السيرفكتنت يمنع انفجار الكبيره وانكماش الصغيره. ازاي؟ الالفيولاس الصغيره السيرفكتنت بيبقى مور كونسنتريتد فيها، مركز فيها قوي، فبيقلل السيرف ستنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولاس، فيمنع ارتخاءها او انكماشها، وبيبقى تركيزه اقل في الالفيولاس الكبيره. فبالتالي السيرف ستنشن يبقى اعلى في الالفيولاس الكبيره، فيمنع انها ترابشر، لانها هتحاول تكش شويه، هي مش هتكش، هي هتحاول تمنع انها ما تتمددش زياده. يبقى ليه؟ يبقى as it is more concentrated in small alveoli preventing their collapse and less concentrated in large alveoli preventing their rupture. يبقى الفانكشنز اوف لانج سيرفكتنت مهمه جدا. اول حاجه بتقلل السيرف ستنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولاي. تاني حاجه سيفتي فاكتور اجينست بالمونري ايديما. ثم بتقلل الورك اوف بريسنج، الشغل المسؤول عن التنفس، او بتقلل الماسكولار ايفورت، مجهود العضلات during inspiration due to easy expansion، التمدد بتاعه سهل. تالت او رابع حاجه keeps the lung distended، حافظ على اللنج اكسباندد، يعني بتمنع الكولابس بتاع اللنج. ثم help in stabilization of alveolar size. طيب الحاجه تعرف قيمتها لما تقل، الصحه تاج فوق رؤوس الاصحاء، ما بيحسش بقى للمريض، طول ما انت كويس بصحة وعافية تقول يا أرض تقدم عليك أدي، شوية برد صغيرين تقول يا رب يا رب أنا كنت كويس، أبقى كويس تاني بس ما كنتش أعمل كذا ولا أسوي كذا ولا أجيب في سيرة الناس ولا 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 ولا. عرفت قيمة الصحة، فأعرف أنت السيرفكتنت لو قل إيه اللي بيحصل؟ اللانج سيرفكتنت ديفيشنسي، نقص السيرفكتنت يعمل إيه؟ في حاجة اسمها انفانتايل ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، او بقول عليها هايلاين من بريد ديسيز، يعني مشكله في التنفس في طفل لسه مولود. انفانتايل يعني لسه جنين، لسه مولود بعد الولاده مباشره. ريسبيراتوري ديستريس يعني في مشكله في التنفس، صعوبه في التنفس. وفي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، ان في مشكله في التنفس في شخص ادلت، شخص بالغ. نبدا بالادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم ممكن يحصل نتيجه كاردياك سيرجري، عمليات القلب المفتوح. ليه؟ لانها بتاخد وقت طويل قوي، انت بتقعدوا ساعات طويله
فالعيان بيقعد تحت تأثير البنج ساعات طويلة، فبتعمل انهيبيشن للسيرفكتنت فورميشن. يبقى اهو از ذير از ا لونج تايم اوف اناسيزيا اند انتربشن اوف بالمونري سيركوليشن، الوقت طويل قوي فالتخدير كتير والسيركوليشن الدم بيبقى فيه مشكله، سريان الدم مشكله، فيحصل لانج اسكيميا يعني الدم اللي رايح للانج بيقل، فيقل السيرفكتنت فورميشن فيؤدي الى ريسبيراتوري فيلير وديث. تاني سبب اوكلوجن اوف بالمونري ارتر، لو البالمونري ارتر اللي شايل الدم وديله اللانج انسد يعني حصل اسكيميا، الدم قليل اللي رايح لللانج فيقلل السيرفكتنت فورميشن. او الناس اللي هيفي سيجاريت سموكر اللي بيشربوا سجاير كتير هيعمل ديبريشن او انهيبيشن للالفيولر، الالفيولر تايب 2 سيل فتقلل السيرفكتنت سيكريشن. امال الانفانتايل ريسبيراتوري ديستريس سندروم او بقول عليها هايلاين ممبرين ديزيز، ايه من الديفينيشن، ايه الافكتس، الانسيدنس بيحصل امتى والتريتمنت. اولا ديفينيشن هو عباره عن ايه؟ ديكريس سيرفكتنت فورميشن ان نيولي بورن انفانت، عيل لسه مولود السيرفكتنت عنده قليل. ايه المشكله؟ خطير، اه خطير جدا، ده بيؤدي الى فيلير اوف لانج اكسبانشن. العيل وهو جنين في بطن امه اللانج بتبقى كولابس، ما بيتنفسش من اللانج وهو جنين في بطن امه، ده بيتنفس من الام، من الدم بتاع الام، من خلال المشيمه اللي هي البلاسينتا، واللانج ما فيش فيها تنفس، اللانج ما بتشتغلش الا بعد الولاده، العيل بيشهق شهقه سبحانك يا رب. ابن ادم اعمل ليوم ايه؟ ها؟ ابن ادم انت الذي ولدتك امك ايه؟ باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد ليوم ايه؟ اذا بكوا كنت انت ضاحكا مسرورا. ركز في الحته دي مهمه قوي. ابن ادم انت الذي ولدتك امك ايه؟ باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، اعمد لعمل اذا بكوا كنت انت ايه؟ ضاحكا مسرورا. يوم ايه؟ يعني يوم ولادتك انت نازل تعيط شهقت شقه بتاعت الايه؟ إيه اول ما تولد تتولد والهواء دخل اللنج واللنج اكسباندد، ثم ساعه الوفاه بتحصل العكس، تشهق شقه ربنا يكرمك فيها. فما بين الاثنين ده الحياه بتاعتك. يبقى شهقه الولاده بتخلي اللنج تو اكسباند، السيرفكتنت مش موجودة يبقى في فيلير اوف لانج اكسبانشن، والالفيولاي هتبقى كولابسد كشة، ويبقى في ريسبيراتوري فيلير فشل في عملية التنفس، وهيحصل وفاة ديث انليس مانج الا تتحل المشكلة. يبقى تاني مشاكل الانفانتايل ريسبيراتوري ديستريس سندروم ايه؟ فيلير اوف لانج اكسبانشن، في الفيولار كولابس او لانج كولابس، ريسبيراتوري فيلير مش قادر يتنفس، حصل فشل في التنفس، ممكن تؤدي للوفاه ان لم يعالج. الفطير ريسبيراتوري ستريس سندروم بتحصل اكتر في مين؟ في البريماتيور بيبي، العيل المبتسر اللي مولود قبل اوانه اللي بتقول عليه بري تيرم بيبي، نتيجه نقص الكورتيزول والثيروكسين. ولذلك الاطفال دول بنحتاج ندخلهم الحضانات نعمل لهم تنفس، كلام جميل، ونبدا نحاول نعالجهم. يبقى بندخلهم الحضانات نعمل لهم تنفس صناعي ونبدا نعالجهم. فالتريتمنت اول حاجه ارتفيشال ريسبيريشن والفنتليتور تنفس صناعي، وممكن ندي كورتيزون وثيروكسين انتيك to stimulate surfactant formation. ادي صورة طفل اهو بينازع بيجاسك مش قادر ياخد نفسه، شايفين الصدر عامل ازاي مش قادر يتنفس. لما بص علينا الصورة هنا هتلاقي ناحية ايه سليمة، ادي لانج دي سليمة النورمال، شوف السليمة يبقى شكلها عامل ازاي، الالفيولاي اكسباندد. ديت رسمه تخيليه للانج سليمه ولانج تعبانه،
شاب مش هيقعد يقول لي ايه انت ازاي طفل مولود السيرفكتنت ناقص في الناحيتين وبعدين ما سايلمها وياما ما اعرفش ايه ده رسمه تخيله عشان يوريه الفرق ما بين النورمال لانج واللانج اللي فيها المشكله اللي هي الكولابس. فتلاقي السيرفكتنت لما يقل تبقى الالفيولا كولابست بالشكل ده ويبقى اللانج كولابس. السيرفكتنت ما فيش فيه مشكله هتلاقي اللانج اكسباندنج كده. ريسبيراتوري ديستريس سندروم الطفل ديستريسد فتلاقي عنده تاكيبنيا تنفس سريع وارثوبنيا يعني صعوبه في التنفس مع تغيير وضع جسمه. وتلاقي ايه قاعد يشحر كده مناخيره قاعده تنفس تفتح جامد كده بيتنفس قاعد بينازع في التنفس. خلاص كلام جميل تو سمرايز الكلام اللي انا اتكلمت عنه النهارده. اتكلمت على النون ريسبيراتوري فانكشنز اوف ريسبيراتوري سيستم، اتكلمت على الميكانيزم اوف بريسنج سواء انسبيريشن او اكسبيريشن، اتكلمت على الريسبيراتوري بريشر عرفت يعني ايه انترا الفيولر بريشر او يتقال عليه انترا بالمونري بريشر، عرفت الانترا بلورال بريشر او بقول على الانترا ثوراسيك بريشر، عرفت الترانس بالمونري بريشر، اتكلمت على ايه اسباب البوست انترا بلورال بريشر قلنا اربع اسباب، اتكلمت على النيوموثوركس وانواعه، اتكلمت على اللانج سيرفاكتنت فانكشن وديفينيشن وفاكتورز افكتنج وكوزز وافكتس اوف سيرفاكتنت ديفيشنسي. ناخد نمط لبعض اسئله الام اس كيو. اول سؤال نركز مع بعض، حاول تحل السؤال مع نفسك وتشوف الاجابه. اول سؤال جاز اكسيتشينج اوكيز ان ويتش بارت اوف ريسبيراتوري تراك، يبقى اكيد ريسبيراتوري زون يبقى مين في الالفيروس. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولوينج فاليوز ريبريزنت ذا انترا بالمونري بريشر ديورنج نورمال اكسبيريشن. الانترا بالمونري بريشر ديورنج نورمال اكسبيريشن احنا حافظينها انها كام؟ انها زائد واحد. طب اجي ابص في الخيارات مش مكتوب زائد واحد بس مكتوب ارقام ما فيش فيها زائد ولا ناقص، يبقى ده معناها الاتموسفيريك بريشر. وانا قلت زائد واحد معناها ازيد من الاتموسفيريك بريشر بواحد. فالاتموسفيريك بريشر نورمال 760 يبقى ازيد بواحد يبقى 761، يبقى هنا اهو الانترا بالمونري بريشر دينج نورمال اكسبيريشن كام؟ 761، يعني ازيد من اتموسفيريك بريشر بكام؟ بواحد. السؤال اللي بعد كده ويتش وان اوف ذا فولوينج فاليوز ريبريزنت ذا نورمال انترا بلورال بريشر during Valsalva's maneuver. الانترا بلورال بريشر during Valsalva's maneuver اللي هي forced expiration against closed glottis زائد 40 ملم مركل. الارقام تتحفظ زي ما انا قلت. طب which one of the following values represents respiratory rate in normal young adult male under normal resting condition؟ هتلاقي كام؟ من 16 ل 20 بير مينت. السؤال اللي بعد كده which one of the following is a feature of respiratory cycle؟ هل هاز فيتشر يعني سمه من سمات الريسبيراتوري سايكل، هل هاز ا شورت باسيف انسبيريشن؟ لا اكتف مش باسيف. هاز ا لونج اكتف اكسبيريشن؟ لا باسيف. هاز ا لونجر ديوريشن ان يو بورن؟ لا شورت ديوريشن لانه سريع. هاز ان اكسبيراتوري بوز؟ يبقى الاجابه هي دي الصح. السؤال اللي بعد كده which one of the following values represents respiratory rate in normal newborn at time of birth؟ احنا قلنا التايم اوف بيرث بتلاقيه سريع قوي كام؟ من 30 ل 60 بير مينت. السؤال اللي بعد كده which of the following is a metabolic function of the lung؟ افتكر كده كانت ايه؟ هل انجيوتنسين وان ريليز؟ لا. بلاد ريزرفوار؟ لا. جاز اكسشينج؟ لا. امال مين؟ سينثيسيس اوف سيرفاكتنت. السؤال اللي بعد كده which one of the following values represent the trans pulmonary pressure؟ وين انترا بالمونري بريشر اللي هو الانترا الفيلر يعني ناقص واحد اند انترا ثوراسيك بريشر اللي هو الانترا بلورال بريشر ناقص سته. القانون بيقول لي ايه؟ الترانس بالمونري بريشر بيساوي الانترا بالمونري بريشر او الانترا الفيلر بريشر ناقص الانترا ثوراسيك بريشر او الانترا بلورال بريشر، يبقى ناقص واحد ناقص ناقص سته يعني معناها زائد 5 ملم مركب. السؤال اللي بعد كده which one of the following terms represents presence of air in the pleural sac؟ يبقى مين؟ نيوموثوركس. شاطر. السؤال اللي بعد كده which one of the following terms، terms يعني مصطلحات، represents presence of pus in the pleural sac؟ يبقى بايوثوركس. بس بتبدا بحرف البي
وكلمه بص يعني صديق. وجود صديق في البلورال ساك معناه ايه؟ بايوثوركس. كلمه باي يعني صديق، يبقى بايوثوركس صديق في البلورال ساك. السؤال اللي بعد كده، which one of the following terms represents presence of serous fluid excessive يعني serous fluid in the pleural sac؟ يبقى هيدروثوركس. هيدرو يعني fluid، serous fluid. السؤال بعد كده، which one of the following terms represents presence of lymph in the pleural sac؟ lymph يعني كايلو، يبقى بالتالي اسمها كايلوثوركس. السؤال بعد كده، which one of the following changes occurs during normal inspiration؟ مع النورمال انسبيريشن هل الالفيولار بريشر ايكوال اتموسفيريك بريشر؟ طبعا لا. هل الدايفرام ريلاكسز انكريزنج شيست دايمنشن؟ طبعا لا، الدايفرام كونتراكت. هل الانترا بلورال بريشر از ماينس 6 ملم بيركري؟ ايوه هي دي الصح. السؤال اللي بعد كده، which one of the following is a feature of normal expiration؟ هل الدايفرام هاز نو رول ديورنج ات؟ لا، الدايفرام بي ريلاكس له دور. انهبيتد باي الاستيك بروبرتي اوف ذا لانج؟ طبعا لا، طب بالعكس ده بتتم بها. هل الانترا الفيولار بريشر از ماينس 1 ديورنج ات؟ ده بالعكس زائد 1. هل الباسيف بروسيس؟ ايوه، يبقى الاجابه رقم دي. السؤال اللي بعد كده، which one of the following is a feature of normal inspiration؟ هل is controlled by dorsal respiratory group؟ ايوه ده اللي انا قلته. النورمال انسبيريشن امبلس الومضة العصبية بتبدا من الانسبيراتوري سنتر اللي هو الدورسال ريسبيراتوري جروب، والكلام ده هنأكد عليه في المحاضرة الجاية إن شاء الله. السؤال اللي بعد كده، الريسبيراتوري ريت اوف 50 بريث بير مينيت از ا نورمال فاليو فور ويتش وان اوف ذا فولوينج بيرسونز؟ يبقى العيل لسه مولود، يبقى بيبي 2 ويكس اولد، عيل احنا قلنا من ساعة الولادة لسن 6 أسابيع، يعني من ساعة الولادة لشهر ونص، بتلاقيه من 30 ل 60 بريث بير مينيت، يبقى ال 50 في الوقت ده من ابيبي 2 ويكس اولد. السؤال اللي بعد كده، انترا الفيولار بريشر ديورنج فورسد انسبيريشن وذ كلوزد جلوت سلايب على مولرز مانوفر از ريبريزنتد باي ويتش فاليو؟ ها؟ الانترا الفيولار بريشر يبقى ناقص 80 ملم مركب. طب الانترا الفيولار بريشر during the valvas maneuver اللي هو forced expiration against closed glot تبقى عاليه قوي كام؟ زائد 100 ملم مركب. السؤال اللي بعد كده، lung surfactant secretion is increased by which of the following؟ مين اللي هيزوده؟ الثيروكسين. السؤال اللي بعد كده، lung surfactant increases which of the following؟ lung surfactant بيزود مين؟ هل بالمونري ايديما فورميشن؟ لا بالعكس بيقلل. هل بيزود الاستابيلايزيشن اوف الفيولار سايز؟ ايوه صح، ده بيحافظ على الاستابيلايزيشن، يعني بيزود بيخلي الايه الالفيولاي مور استابيلايزد، يبقى هي دي الصح. السؤال اللي بعد كده، لونج سيرفكتد سيكريشن ديكريزز ان بريماتيور بيبي، يعني العيل المبتسر اللي قبل اوانه اللي مولود بدري، ديو تو ديكريز ان ويتش اوف ذا فولوينج؟ يبقى نتيجه نقص الكورتيزون. طيب السؤال اللي بعد كده، وين ذا سيرفكتنت برودكشن كومبليت؟ احنا قلنا السيرفكتنت بيتكون ديورنج فيتال لايف، بيبدا في الاسبوع ال 24 ويكتمل في الاسبوع الكام؟ ال 35. يبقى الاجابه از 35th ويك اوف فيتال لايف. اسئله الترو اور فولس. اول سؤال، ها ريسبيراتوري زون از ا ساين فور جاز اكسشينج؟ ايوه صح. السؤال اللي بعد كده، ريسبيراتوري سيستم اكتيفيتس انجيوتنسين 1 تو انجيوتنسين 2 باي كونفرتيز انزايم، صح. السؤال بعد كده، ان اسيدوزس ريسبيريشن از ديكريز؟ لا غلط، مع الاسيدوزس ككومبنساتوري ميكانيزم الريسبيريشن بيزيد، لان زي ما هنعرف المره الجايه ان شاء الله ان الاسيدوزس بتعمل استيميوليشن لعمليه الايه؟ الريسبيريشن، بتستيميوليت الريسبيراتوري ايه؟ ريسبتور. هنتكلم عن الكلام ده المره الجايه ان شاء الله. طيب السؤال اللي بعد كده، نورمال ريسبيراتوري ريت ان يانج هيلثي ادلت ميل 16 ل 20 بريث بير مينت، صح. السؤال اللي بعد كده، اكسبيريشن از اكتف ديورنج نورمال بريثنج، غلط ماسف. السؤال اللي بعد كده، انترا الفيولار بريشر از ماينس 1 ملم مركري ديورنج نورمال ديورنج انسبيريشن، صح. السؤال اللي بعد كده، اللانج از كيبت اكسباندد باي بوث نيجاتيف انترا بلورال بريشر اند بوست ترانسبالمونري بريشر، صح.
السؤال اللي بعد كده نورمال انترابلورال بريشر از بوزيتيف، غلط يبقى نيجاتيف. السؤال اللي بعد كده فالزالفاز مانوفر، فالزالفاز مانوفر از اسوشيتد ويز نيجاتيف انترابلورال بريشر، ها؟ لا طبعا غلط. فالزالفاز مانوفر يعني معناه فورسد اكسبيريشن اجينست كلوز ذا جلوت، هو سبب من اسباب البوزيتيف انترابلورال بريشر. السؤال اللي بعد كده سيرفكتنت انكريزز ذا سيرفيس تنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولار، طبعا غلط. ده بيقلل مش بيزود، بيقلل السيرفيس تنشن اوف ذا فلويد لايننج الالفيولار. السؤال اللي بعد كده هيموثوركس از بلاد ان ذا بلورال ساك، صح. السؤال اللي بعد كده انتراثوراسيك بريشر هيلبس فينس اند لينف ريتيرن تو ذا هارت، صح. السؤال اللي بعد كده سيرفكتن از سيكريتد باي الفيولار سيل تايب 2 تايب 1، هنا تايب 1 مكتوب تايب 1. لو السؤال زي ما انا بقول كده سيرفكتنت از سيكريت باي الفيولار سيل تايب 1 تبقى غلط، لان الصح انها سيكريتد باي تايب 2. يبقى ركز، كلمه او حرف بيفرق في السؤال صح ولا غلط. يعني بدل ما يكتب واحد كتب اثنين تبقى صح، لو بدل ما يكتب اثنين كتب واحد تبقى غلط. السؤال اللي بعد كده هنا تبقى سيرفكتنت از سيكريتد باي الفيولار سيل تايب 1، غلط. السؤال اللي بعد كده انسولين انكريز السيرفكتنت سكريشن، غلط، بالعكس بيقلل السيرفكتنت سكريشن. السؤال اللي بعد كده سيجاريت سموكينج ديكريز السيرفكتنت سكريشن، صح، شرب السجاير بتقلل السيرفكتنت ايه سكريشن. ادي الانسر كي بتاع اسئله الام اس كيو بتاعتنا. كده الحاله بقت واضحه، واحد اتعرض لكار اكسيدنت او غيره حصل له بنتريتنج شست تروما، خبطه نافذه او جرح نافذ في التروما ادى الى ان حصل نيوموثوركس، هواء دخل للليفت بلورا فحصل ليفت لانج كولابس، فاللانج مش عارفه تعمل اكسبانشن، فيبقى في ديفيكالت بريسنج، في صعوبه في التنفس. كده الحاله بقت واضحه، وادي الريفرنس بتاعتنا. هتلاقوني في الريفرنس بدايه من المحاضره دي غيرت في الريفرنس هنا ايه اللي هي اللينك بتاع عندك، اللينك بتاع المنتدى بتاعي ممكن تعمل له سكان اللي هو الكيو ار ريدر اهو، وادى اللينك الجديد بتاع اليوتيوب بردك سكان بالكيو ار ريدر، وادى التليجرام تشانل. وكده ارجو ان المحاضره تكون واضحه وسهله ان شاء الله، بالتوفيق.